السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة يا جماعة، يا ريت بس كله يفتح معايا كتاب المعاصر صفحة 59. كان في سؤال المرة اللي فاتت اللي هو بتاع تيست يور سيلف، اللي مش متجاوب واحنا جاوبناه مع بعض، وانا عرضت عليكم اجابتين. اجابتي السؤال طبعا بيقول تايلين انزيم وركس ان ذا ماوس اونلي، بيقول ان التايلين انزيم ماشي بيشتغل في الفم بس، هل العبارة صحيحة وليه؟ فأنا قلت العبارة صحيحة، لأن التايلين إنزيم تمام بيشتغل في ويك ألكالين ميديم تمام، وإن لو مش هيشتغل في أي مكان تاني، لو مثلا المعدة بتشتغل من إيه؟ من 1.5 لـ 2.5 تمام، وطبعا هو 7.4، والبنكرياتيك أمايليز اللي هو بعض الناس حلت العبارة على اساس ان التايلين انزيم اللي في الفم هو نفس البنكرياتيك اميليز، فانا طبعا كنت معترض على الاجابه دي، لان البنكرياتيك اميليز بيشتغل في بي اتش اي ايت تمام، واحنا عندنا هنا طبعا ده سترونج الكالاين، وهنا ده الويك الكالاين بتاع الفم تمام. فكانت الاجابه المفروض ترو بيكوز تايلين ورك ان اي ويك الكالاين ميديم. طبعا بعض الناس، وطبعا مفيش حد معصوم من الخطأ من خبراء والموجهين، قالوا لا وردوا علينا وقالوا ان العبارة خاطئة، لان موجود التايلين ده اسمه اميليز وفي بنكرياتيك اميليز، وزي ما الناس قالت. فطبعا احنا قلنا نص خبراء واكبر منا وهم اللي هيصححوا، فقلنا ايه because it works in intestine والعبارة خاطئة تمام، لكن الإجابة دي طلعت خطأ تماما. وتعالوا نشوف طبعا موجهين الأحياء في منهج أولى ثانوي في كتاب المعاصر صفحة 81 تمام، صفحة 80 ماشي. هنتكلم، تعالوا نشوف بيقول إيه. بيقول في تجربة الـ تأثير البي اتش على النشاط الأمايليز، لما كان البي اتش قليل تمام أو أكتر من 7.5 تمام، فالأيودين كولر changes تمام، الأيودين كولر إيه changes because amylase does not turn into starch into maltose تمام. هو حط يود على النشا، فلما النشا اتغيرت يبقى كده النشا ما اتكسرتش بالايه بالاميليز تمام. يبقى ليه بيقول لي ليه the values of pH اقل من 7.5 and اكبر من 7.5 are not suitable for enzyme activity، اللي هو مين الاميليز، الاميليز بتاع الايه الفم تمام اللي هو التايلين، because it works in a weak alkaline medium because it works in a weak alkaline medium، يعني ما ينفعش 8 زي البنكرياتيك جويس تمام. وشكرا لكم ونلتقي في فيديو تاني ان شاء الله.